هنروح نشوف مع بعض دلوقتي يعني صورة مهمة دايما يعني لمستر بروكيتش، دايما وانت موجود على السطح فوق المبنى الإداري للنادي الأهلي، وانت قاعد دايما مع المصور الخاص بيك وليك كاميرا وليك كاميرا خاصة بيك دايما بتصور بيها الماتشات. يعني شايف اللقطة دي معانا مستر بروكيتش، هو دايما قاعد فوق السطح فوق ملعب أربعة وانت بتتابع دايما المباراة. ليه دايما القعدة فوق كده؟ ايه الميزه انك تقعد فوق وتتابع المباريات من فوق مش من تحت؟ عشان دي احسن زاويه بتفرج عليها على الماتش. يعني دي احسن زاويه واحسن مكان، ده احسن بالنسبه لي من مكان في اي بي، يعني ده احسن مكان ممكن اتفرج عليه على الماتش. فانا دلوقتي وانا قاعد فوق من ورا شايف من الجون للجون، وشايف طبعا تحركات اللعيبه كلها في الملعب. فلما نشوف فرق التحليل في فرق الأوروبية الكبيرة ان هو برضه بيستخدموا الزاوية دي في التصوير، وبيبصوا من الزاوية دي عشان يعرفوا يحللوا بطريقة كويسة. ممكن مستر بروكيتش بيقطع الفيديوهات دي ويوريها للعيبة ويوريها للمدربين، يوريهم الأخطاء، التمركز، علشان ممكن اللعيب يطور نفسه او المدرب ايضا يطور نفسه. طبعا انا ما بقطعش الفيديوهات دي بنفسي، انا كنت بعمل الكلام ده قبلها من فتره، كنت بعملها لكن دلوقتي ما بعملهاش بنفسي، وعندي دلوقتي حد تاني بيساعدني في التقطيع عشان ادي الحاجات دي للعيبه والمدربين عشان اديهم فيدباك. فطبعا اللعيب والمدرب بيبقوا شايفين من تحت في الماتش عندهم تصور معين هم كانوا بيلعبوا ازاي، لكن لما يوريهم فيديوهات المتقطعه دي فهم بيوريهم حقائق هم كانوا بيلعبوا ازاي بالفعل.